والله بالنسبة لموضوع الكهف في طول الكلام، يعني مش لازم أحط كل الذنب على البلدية. وين الحكومة؟ وين وزارة الطاقة؟ لازم يكون لها دور في حل القضية. أما إذا بدهم يرموا كل الحمل على البلدية وعلى إياد الجلاد، معناته بالناقص عن الحكومة كلياتها. لازم الحكومة تتدخل توضع حد هذا الإشي. ولازم كمان يعني بدي أحكي شغلة تانية، يكون في مبادرات فردية. ليش أصحاب المجمعات اللي عندنا ما يجيبوا خلايا شمسية وبيعوا للمحلات؟ بخففوا الضغط اللي علينا، يشتغل تاجر كهرباء الثاني وبخفف الضغط اللي على البلد. لازم البلدية، لازم الحكومة تتدخل. بلدية طول كرم ما إلها علاقة في المشاكل اللي بتحصل. المشكلة ممكن تكون القطرية أو الشركة القطرية الإسرائيلية. بس أنا بتمنى على رئيس بلديتنا الموقر إنه يخرج علينا بكلمة ويحكي لنا عن المبررات والأسباب، حتى لو كانت هاي المبررات بتمس شخصيات كبيرة. إحنا رح نوقف معه. بس المهم كمان مرة بوجه لرئيس بلديتنا، أعطينا مبررات حتى لو كانت المبررات هاي بتمس شخصيات كبيرة. فصراحة إحنا رح نكون واقفين معك بغض النظر، حتى لو كان في فساد في البلدية هذا موضوع آخر. المهم نحل مشكلة الكهرباء في البلد. وبالنسبة لمشاكل البلدية الثانية، إحنا بنحلها كأهل البلد مع رئيس بلديتنا، وإحنا بنحترم رئيس بلديتنا. بس ياريت يخرج علينا بكلمة ومبررات تكون واضحة، حتى لو كانت مس شخصيات في السلطة، حتى مش مشكلة. بس إحنا حابين نعرف منك الأسباب والمشاكل الكهرباء اللي بتكون في البلد موجودة. الكهرباء في البلد شيء مزري، يعني عندك عجزة وعندك ناس حاطين ماكينات في البور مشان القلب الواحد، مشان إذا انقامت المطور مات. وهذا حكي ما بصير، بس ما بصير يعاقب شعب مشان حكومة إذا مش قادر على إنه يكون في وضع البلدية يستقيل يروح على الدار، في غيره مستعد يستلم محله. هذا حكي ما بصير، ما بصير إجازة بلد كاملة مشان مصالحه الخاصة. تعرف يعني بطلنا نعرف نعيش، لا نوم ولا الواحد عارف يشتغل ولا عارف يعمل شيء من قطع الكهرباء. يعني هم المسؤولين بتكاتلوا وإحنا جاي على راسنا يحلوها بينهم. يعني هي ما فيها كل واحد يسرقها الكهرباء، ما هي حق البلد، خليها في البلد، هاي حقنا في البلد، لازم يضلها في البلد. ليش يبيعوها لشركة الشمال؟ وهذا اللي بقوله أنا. يعني أنا مواطن مثل المواطنين، فيش واحد إلا بيشكي من الكهرباء، فيش واحد إلا بيشكي من الكهرباء. طب رأيك شو الحل؟ شو رأي حل جذري، كيف جنين، كيف نابلس، غير طول كلام غير. يعني طابع خاص هيك، متأثرين احنا من الكهرباء. والله الواحد في الكهرباء فيها شيء سلبي وفيها شيء إيجابي. الإيجابي طبعا الكل بحب أنه تكون على هوا الجو الحار جدا، أن الكهرباء تكون دائما باستمرار. أما إذا في خلل طارئ وكان بحق وحقيقي أنه هذا الخلل طارئ وما فيش مفر منه، أنه لو قطعت ساعة أو ساعتين على أنهم يصلحوا الخلل هذا، ففيش أي مشكلة ولا إزعاج. بس ما يكونش الشيء متعمد، يعني أنه القطع يكون متعمد. أما إذا كان يعني متعمد يعني مش من مصلحة الشعب ولا من مصلحة البلدية، لأنه الناس دائما بتناشد إنه بالحر الشديد هذا إنه لازم تكون إيش الكهرباء موجودة باستمرار. أما إذا في خلل على قطع الكهرباء، يعني لازم البلدية مثلا تعالج هذا الخلل. طبعا الخلل إحنا بنعرف إنه في مولدات تتحملش ضغط كتير، فلازم إنه هذه المولدات اللي بتتحملش لازم مثلا تغييرها أو إضافة مولد آخر لرفع كمية الكهرباء، على أساس أنه ما يصيرش انقطاع في الجو الحار اللي طبعا الكل بشعر في هذا الجو أنه حار جدا جدا وفي ضرر كتير. يعني مثلا واحد بيكون في داره حاطط في الثلاجة إغراض، طبعا لو انقطع الساعة ساعتين ثلاث ساعات ممكن تفسد هذه الأشياء. وبعدين مش بس على الموضوع على مسألة الدار، مثلا في المستشفيات، صيدليات في عندها دواء لازم تكون حافظة بالثلاجات، فهذا انقطاع التيار طبعا راح يتلف المأكولات وأدوية وكذا. فاحنا في آخرا وأخيرا احنا بنناشد المسؤولين عن
سبب انقطاع التيار الكهربائي. احنا بنتاثر كثير، يعني عندنا احنا بضاعه حكها مبالغ وعندنا ماكينه ثلج، يعني هي اللي مسطره علينا شويه، اما قطعه الكهرباء بتضرنا كثير، في بضاعه حكها مصاري، احنا بنتغلب كثير في قطعه الكهرباء هاي في البلد، وان شاء الله احنا بنطالبهم انهم يلاقوا حل لهي المشكله. احنا شوفي، احنا بغض النظر مين الجهه المسؤوله، هذا مش ذنبنا، احنا احنا بندفع كهرباء حقنا ناخذ خدمات قبالها، اما ما لناش دخل من المشكله، هاي المشكله عندهم هم يحلوها داخليا. وضع يعني الواحد لما بتقطع كهرباء بعرفش ينام يعني اصلا، زائد الناس يعني برضو بترحمش يعني البلديه، الواحد بيكون مشغل اكثر من مكيف في بيته، خلاص الواحد لما بده يشغل مكيف بقعد في بيت واحد في غرفه بتجمعوا كل العيله بقعدوا فيها، وهيك بهاي الحاله احنا بنوفر طاقه يعني برضو مشان الكهرباء تستمر عنا تظل شغاله، ما تقطعش كل ساعة، ما تخرب لناش أجهزة، احنا برضو احنا نرحم ونخفف في نفس الوقت.